آه، الأحبة الإخوة الأخوات الزملاء الجيران الأهل الأصدقاء كلكم 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 صباح الخير مساء الخير سعيدة يوم سعيد يوم جديد سنة جديدة شهر جديد عمر جديد السلام عليكم وعليكم السلام إلى آخره الحلقة النهاردة مش سهلة تتكلم على البناء وهل البناء ده صعب وشق ولا لا طبعا مفيش بنى من غير تحديات وصعوبات ومشقات اول مؤسسه لابد ان نبنيها هي مؤسسه الاسره لذلك ليله الدخله تسمى في الاسلام والثقافه الاسلاميه ليله البناء ليس ليله المتعه طبعا فيها متعه لكن تبني مجتمع وبدون الاسره التي لها اب ذكر وام انثى لا نستطيع ان نبني مجتمع وحذاري حذاري حذاري ان يقنعكم البعض بالاستغناء عن بناء مسؤوليه الاسره والقيام باعباء مسؤوليه الاسره وتربيه النشء مسؤوليه الاسره فلذلك الاسره هي اول مؤسسه لابد ان نبذل فيها الغالي والثمين من اجل بناء المجتمع من اجل بناء الحضاره والنهضه والثقافه والمستقبل ويكون لكل واحد الاب ليه دور والام لها دور ويكون دورين متكاملين فندائي اتوسل اليكم الاباء والامهات ان ييسروا الزواج زواج الابناء ولا يغالوا في المهور والاخوات انها ما تختارش بس انا عايز الواد الروش اللي هو مش عارف عينيه مقلوبه ولا كعب جزمته شكله ايه كلام فارغ او الاخ اللي جايز واحده حلوه عشان تبقى حلاوتها على كل واحد بيشوفوها المفروض البناء هو مسؤوليه والبناء هنا مسؤوليه وليست سهله مسؤوليه شاقه فلذلك الاب والام الشباب يعرفوا مسؤوليه بناء مستقبل اجيال المجتمع ومستقبل الامه اللي بيعيشوا فيها ومستقبل الحضاره اللي هيبنوها ومستقبل النهضه اللي هم هيبنوها. طيب في المجتمع كل واحد فينا بيبني بتخصصه المهندس بيبني الطرق بيبني العمارات بيبني الكباري بيبني الجسور صح بيبني المولات اللي هي الاسواق الى اخره الى اخره المزارع اللي هو الفلاح بيبني المزرعه بيخصب بالأراضي بيبني اقتصاد الزراعي والحيواني يبقى المزارع اللي تخصص المهندس تخصص الاقتصادي بيبني المسارات الاقتصاديه في الوطن هو بيكون فاهم ما حدش يجي يقول انا بفهم في كل حاجه ابدا. العالم بيبني منظومه العلوم والمعرفه على علم وعلى درايه وعلى خبره. المدرس بالنسبه لنا احنا بيبني عقول الاجيال. يعني المدرس ده هو اهم وظيفه ليلاً بياخد الطفل من سن ثلاث سنين او خمس سنين الى سن الجامعه. كل يوم بيبني فيه طوبه حجر غرفه دور الى ان يصل هذا الطفل اللي كان عنده ثلاث سنين أو خمس سنين لما الحضانة أو المدرسة إلى عالم كبير زيه أو إلى كذلك رئيس جمهورية أو وزير أو أو إلى آخره. العالم يبني منظومة العلوم والمعرفة، المدرس يبني عقول الإعلام والإعلامي. بالذات الإعلاميين اللي إحنا بنشوفهم من اليوم دول بيبني الفكر المجتمعي، الإعلام الإعلام سواء كان إعلام حكومي أو إعلام السوشيال ميديا اللي هو التواصل الاجتماعي فعليك انت ايها الاخ او ايتها الاخت وانتوا عندكم اللي هو التليفون بتاعكو او اللابتوب بتاعكو او الكمبيوتر بتاعكو بتبنو بتبنوا بتبنوا ايه؟ بتبنوا فلسفه الفكر المجتمعي. لان منكم من بنسميهم مؤثرين، هذا المؤثر بيأثر على اجيال تدعوا مليون او اثنين او خمسه او عشرة او عشرين او 30 مليون. فلا بد يفكر كيف يبني فلسفه الفكر المجتمعي الفقيه المتدين سواء كان مسلم او غير مسلم بيبني قواعد القيم الاخلاقيه والاخلاق والحقوق والواجبات ما فيش حقوق من غير واجبات ما فيش واجبات من غير حقوق ما فيش سلطه من غير صلاحيه في صلاحية من غير سلطه السياسي بيبني مسارات السياسات والاطر ومساحات الحريات ما ينفعش نعيش من غير حرية ما ينفعش نعيش في ظلم وظلام أبدا أبدا الباحث الباحث بيبني إيه الباحث بيبني لنا مرجعيات القوانين والتشريعات يعني والله احنا عايزين نعمل قانون جديد طيب نشوف القانون ده من مئة سنه كان شكله ايه و50 سنه والمجتمع تعامل معه ازاي يبقى الباحث بيبني مرجعيات القوانين والتشريعات، الاديب والفنان ها، والمثقف بيبني ابعاد الثقافات ومدارات الابداعات. يعني من من الامثله الجميله للفن والدراما التي جعلت الملايين يشاهدوها هو اتقان هذه الـ 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 المهنه بحيث حولت القيم العاليه إلى حوارات مجتمعية هادفة في كثير من الأفلام والمسلسلات التي أبدع فيها الممثل والسيناريست كاتب الحوار والمخرج والمصور والمنتج ما بقاش منتج زي بعضهم من منتج شباك بس عشان نجيب ايه واحدة عريانة او منظر كده خليه أو, او الاخر او حد بيت حد الاخر الحقوقيون بيبنوا ايه بيبنوا أواصر الحفاظ على الحريات المدنية. المؤرخون بيبنوا تاريخ النهضة يقول لك تعالى يا ابني شوف أجدادك عملوا إيه؟ شوف آه الـ الـ القدماء المصريين عملوا إيه؟ شوف الفينيقيين عملوا إيه؟ شوف الإسلاميين وهكذا. المؤرخون يبنون تاريخ النهضات تتابع الحضارات والحفاظ على القدوات اللي هم الرموز حذاري إنكم يعني يعني تقزموا الرموز كل هذه بناءات داخل المجتمع وغيرها كل هذه بناءات مجتمعية هيكلية مهيكلة طيب جسع ببردك اللي بيكلمني بعد اسأل كل مرة قل في كل مرة اتكلم فيها معاكو قال لي ايه لماذا كل شيء نريد ان نبنيه يتطلب مجهود وطبعا هتجوز النهاردة مراتي حتعمل ولا مؤاخذه هتولد بعد بكره تاخد تسعه اشهر من التعب والمعاناه صح فتسعه اشهر دول انا بساعدها هي بتساعد نفسها الاسره بتساعدها عشان التغيرات الطبيعيه داخل الرحم بتاعها داخل جسمها بيخرج الطفل هدخله الجامعه على طول هدخله مدارس حرعاه وهو بيحبو حرعاه وهو بي بي بيرضع حرق الى ان يكبر فبالتالي اي شيء بنبنيه بيطلب جهد وقت في كل شيء ما في شيء مش محتاج وقت الا في الجنه دخلت الجنه يا حبيب قلبي الاكل اللي انت عايزه ده مثلا نازلين احنا مثلا عاملين عزومه النهارده انا ومراتي هناخد العربيه او هناخد الاتوبيس وهنروح نشتري حبه اكل لحمه على على مش عارف ايه على ايه على ايه على ايه على ايه, على إيه. كم ساعه نتسوق فيها كم من المجهود والوقت علشان نرجع نفس الليله او اليوم التاني نحضر الاكله اللي هياكلوها في نص ساعه يبقى اكله النص ساعه دي خدت مننا يومين شغل حتى الاكله الصغيره دي كلها بتاخد مننا مجهود انه يبذل ووقت ها وفي نفس الوقت فلوس تنفق عليها. سالني سأ... دي السؤال ده جاي من اخت مش كده؟ اه جاي من فتاه مش احسان إحس... اسماء لا احسان كنت فاكر ان ولد لكن طلعت ايه بنت يعني. هل بناء الكيانات والشركات والمؤسسات والمشاريع الخاصه بتيجي بصدفه او بحسن طالع؟ ما فيش حاجه اسمها صدفه. ما فيش حاجه اسمها بخت. ما فيش حاجه اسمها حسن طالع. الكلام ده فنكوش. الجماعه المنجمين دول اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه كذب المنجمون وصدقوا واللي قال يروح عند عرافة ويامن به ما تقول به يبقى هو كافر بمعنى الاحاديث في ابدا طب انا معدي هقول لك حاجه صلي على النبي ارجع كده بينا للماضي معدين على الصحراء عبد الحليم كان بيقول يا رجاله تفوت يا ريس على الصحراء تخضر طب وفات عبد الناصر الصحراء ما خضرتش ليه؟ تعرفوا طيب كانوا بتقدر ازاي يا رجاله يا بنات يا حلوين كلكم لما يجي عبد الناصر ولا السادات ولا حسن مبارك يعدوا او غيرهم من الزعماء يروحوا كده في حته جايبين ايه حبه شجر وحبه حاجات كده وحطوه يعني مثمر وهو جالسه وبتاع ده يبص للريس مش بس في مصر ده في كل حته خداع البصري يفوت على الساعة تقدر ما تنفعش. كل شيء بقدر. وكل شيء بحساب. وكل شيء بجهد. وكل شيء ببذل مال وجهد ووقت. السؤال التاني ده جاي من من الشباب أعتقد يمكن يكون من 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 ليبيا. كيف يستمر الكيان ويكبر ويحقق الأحلام؟ يستمر الكيان بتمكين الشباب ونحن في مراكز القياده ابدا لن يستمر بعد ان تمشي وتتركه دون ان تورث القياده وانت قائد دون ان تورث الرياده وانت رائد دون ان تعلم الغير متعلم وانت عليم بامور المجتمع وامور السياسه وامور الاقتصاد وامور الشركه وامور المصنع. ابدا هيجي شباب مش عارفين قيمه البناء مش عارفين قيمه المصنع مش عارفين قيمه المزرعه مش عارفين قيمه كل هذه الشركات هيبيعوها او هيدركوها لناس اخرين. سؤال اخر جالنا من شاب شاب ده بردك اسمها لا دي اه اسمها اه الاء الاء ده ممكن يكون علاء او او الاء يعني خلاص بقى مش عارفين شاب ولا شاب المهم لماذا أمرنا الله بالسعي وتعمل الارض؟ لان ده واجب فرض عين علينا احنا لان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا مستخلفين له في الارض او خلفاء له في الارض لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حصل الحوار بينه وبين الملائكة ها قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها سفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لك قال إني أعلم ما تعلمون جه بقى عمل إيه ربنا سبحانه وتعالى أم رايح لآدم كده علمه كل أسماء العلوم كلها فعلم آدم الأسماء كلها فأصبح آدم عليم بأسماء وبواطن العلوم ثم عرضهم على الملائكة راح الملائكة طب مش أنتم مش عايزين إيه؟ تقولوا بتعترضوا على آدم طيب قولوا لي أسماء الحاجات دي كلها قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا ليه ربنا علم آدم كل هذه الأسماء لكي يعمر ويبني ويحافظ ها وينمي المسيرة الإنسانية فوق الأرض فيكتشف الانسان فيها ما في السماء ويكتشف فيها ما فوق الارض ويكتشف فيها ما تحت الارض ويكتشف فيها ما في اعماق البحار والمحيطات في قصص كثيره جدا بنتكلم عنها في التاريخ لما جينا بدانا الاغاثه الاسلاميه من 40 سنه يعني احنا بنتكلم على الاغاثه احنا في سنه 2024 دلوقتي يعني احنا في يوم 17 يناير هيكون عندنا 40 سنة بدأنا من لا شيء لا شيء بدون ميزانية بدون مكتب بدون موظفين بدون رؤية واضحة لنا بدأنا كفزعة لكي نستجيب لحاجة مجتمع ممتحن بالمجاعة وبالنزوح وباللجوء. قلنا هنعمل حاجه. كانش في ايدنا اي حاجه. احنا يعني بنتكلم من 84 ل 2024 بنتكلم على 40 سنه. جهد وبناء وبتضحية عرق ونصب وسهر وخلافات وتحديات. كل هذه الاشياء بدات من لا شيء. لم ولن كل المؤسسات ولازم اخذ اغاثه اسلاميه مؤسسات كثيره في الغرب بتتكلم عنها هيومن ابيل مسلم هانز مسلم ايد الجمعيه الشرعيه في مصر ايدي uh, فاونديشن مؤسسه ايدي في, في باكستان uh, مجموعه العربي اللي موجوده في مصر uh, وهكذا كثير الراجحي مؤسسه الرقحي الى اخره هيئه الاغاثه الاسلاميه يعني كل هذه المؤسسات اخذت منها عشرات السنين الهيئه الخيريه الاسلاميه العالميه جمعيه النوري القطع الخيريه كل هذه الاشياء كل هذه الاشياء اخذت سنوات وسنوات ايه وكانك ايها الشاب وايتها الشابه كانك يا ابني ويا اختي ويا اخي ويا بنتي بتزرعوا زرعه الزرعه بتبدا ببذره البذره بتتحول لعشب العشب يتحول لشجيرة الشجيرة تتحول لشجرة الشجرة تتحول لحديقة الحديقة تتحول لغابة الغابة تتحول لموائل كم من الزمن يأخذ الفلاح والمزارع والمهندس من أجل تحويل البذرة إلى موائل وإلى غابات وإلى حدائق غناء تأخذ مئات السنين ان افلح المزارع اللي هو انت وانت في المحافظه على البذره الصالحه الارض الخصبه المياه الصالحه ثم الرعايه في الخطوات الاولى من بناء هذه المسيره وكذلك مع الام مع الاطفال والاولاد في داخل المجتمعات كل هذه الاشياء نسير فيها بإصرار وعزيمة وقوة ورؤية واجتهاد وإيمان لأننا مصرين على إحداث ما نسميه البناء والبناء أنا كأسرة بدأته في ليلة الدخلة ليلة البناء بناء, بناء المجتمعات بناء الأجيال بناء الثقافات بناء القيم بناء الأخلاق بناء الحضارات بناء النهضات وبناء الامم اشكركم جميعا والتقي بكم في الحلقه القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته